كبيدات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، امركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اختي الى اول مره تشوفي القناه ديالي ديري ابوني، فعلي الجرس، ما تنساونيش من جيم كومونتير. بون فيديو ديال اليوم غادي نخرجوا ان شاء الله، راني مخرجها فيديو غادي نخرجوا. شحال ما مشينا للرباط، فريمون شحال ما مشينا. واحد القهوه كنا كنجلسوا فيها ديما في الرباط، حتى شحال مشينا ليها. ايوا صافي، ماشي دابا نتوما تقولوا لي ماشي زعما شحال ما خرجنا، باش ما نكذبش عاوتاني. تجي نتوما راك ديما كتخرجي. ايه كنخرجوا ديما الصراحه، ولكن زعما على كنهضر على زعما شي خرجه بحال هكا، زعما شحال ما درنا شي خرجه بحال هكا، نبعدوا شي بلاصه زوينه وهذا. اما انا راه ديما كنمشيو للقهوه حدا، انا ديما كنخرجوا حدا انا، واش فهمتوا؟ اختي غادي ندوزو نقاد مكياج. واحد البنت قالت لي على هذه، واش راه واش درتي لها شي حاجه وهذا؟ شو راه تبعت لها واحد الكريم وما تبدلتش شي حاجه، جاتني باقا هي ما داك الكريم ما هو والو، ما شاركتوش معكم لانه كنت باغا نشوف النتيجه، فلا ما عندكمش تشريو وتقولوا. دونك دابا غندوزو نقادو وجهنا. المهم دابا البنات رطبت وجهي، هو اول حاجه بسيرافي، راه كنشاركو معكم ديما هو اللي كنرطب به. صافي دابا غادي ندوز. المهم دابا تشهيت انني ندير برايمر، اما ما كنديروش ديما راكم عارفين. ما عادش انا واحد ندير هذا هذاك الاخر تيخلي شويه الوجه كيبري. دابا البنات خديت فون دو طون، هذا ديال فانسي هو اللي كندير. حبي قلت لي البس بحالها ديك فون دو طون بنيك. المهم انا في يوميا ما كنديرش الفون دو طون في وجهي كامل، كنديرو غير هنايا. راه حتى درتو غير هنايا وانا نقول لا خليني غنديرو في وجهي كامل دابا، حيت زعما خريجه ماشي غير مكياج ديال يوميا. صافي وغنبلانديه مزيان. البنات شوفوا غادي نكمل لكم فويس اوف، غنحيد الصوت حيت لبقيت كنهضر ما غنلبسش دغيا. صافي غادي نقد معكم المكياج وتا المونتاج ونسجل لكم اختي الصوت. باي باي. وصافي الكبيدات اختي بديتنيش انا نلقيت السبه باش نطلق الموسيقى، وبديت اختي هنا كنقاد حجباني. ديجا كي كنت قلت لكم ديجا كنت مفيكسي حجباني بالصابون، وهنا بديت كنعمر الفراغات. المهم حتى شي مره وندير لكم الطريقه ديال الحجبان كيفاش تقادهم البنات اللي ما كينشفوش حجبانهم بحالي وتيبغيو ماكياج مسطرين زوينين. فانا بعد مرات هكا فين كنتشهم وما تديوش عليا، يعني راني صافي لقيت السبه باش نطلق الموسيقى وبقينا جالسين محيحين مع الموسيقى. صافي هنايا مني كنت راسي حجباني كان نسطرهم من التحت وكنحيد الزوائد بلونتيسير. ماما الطريقه قلت لكم فريمون كتجي زوينه البنات ما كينتفوش حجبانهم وتيبغيو يبان داك الشكل زوين الحجبان بلا ما نتفوهم، فهذه احسن طريقه. صافي من بعد كندير لونتيسير. هنايا درتو باش ينشف شي شويه، لانه لونتيسير ملي كينشف شويه كيولي كيغطي اكثر. صافي لتحت ديال الحجباني البنات كنقيه بلونتيسيرن، ولكن الفوق بالفون دو طان باش ما كيبقاوش الحجبان باينين بزاف. راكم عارفين لونتيسيرن شويه فاتح، الا سطرتي الحجبان من التحت ومن الفوق بيض شويه فاتح كيوليو هما اللي كيبانوا في الوجه اكثر. صافي هانتوما هنا شفتوا كيفاش لونتيسيرن كيبقى كيبان مزيان ملي كتخليوه ينشف شويه، ولكن هي شويه ماشي بزاف. راتني الا مشيتي تنسيتيه ما غيبغيش يتدمج ليك. صافي وهنا عاد كندمج مزيان، يعني في الاول دغيا دوزت بالبيوتي بلاندر باش ما ينشفش، عاد من بعد بلانديت كلشي مزيان. صافي اختي وهنايا شديت البودر كنثبت وجهي. الصراحه هاد لي طاب كنت كنقزها بزاف شحال هذا، ولكن صافي مؤخرا ما بقيتش كنقزها لانه ملي كتثبتو ديجا وجهي ولا شويه دهني، فضروري خاص البودر الناس اللي وجههم دهنيين، وفي نفس الوقت كيخليش دوك الخطوطه كيديرهم الفوند تاعو ولا لونتيسيرن. صافي من بعد البنات هنايا كنقاد شويه ديال البرونزر هكا والبلاش باش نكمل وجهي. تقدروا ديروا الكونتورينغ، ديروا اللي بغيتوا، يعني انا كل مره وشنو. صافي هنا خديت هاد الباليت ديال التكنيك وقيله فالدرجه ديال القهوي. صافي هما اللي خدمت بهم المكياج نيود. شفتوا هنا قلت لكم البنات الحجبان ملي كنطراسيهم من التحت بلونتيسيرن وداكشي كيعطوني اسباس كبير ما بين الحجب وعيني. هاد القضيه اللي ما عندناش حنا اللي ما كنتفوش حجباننا، كيكون ديما عندنا داك الشعيرات زايدين لتحت ما تيعطوناش اسباس كبير ما بين العين والحجب فين كتخدمي، فديما كيكون عندك اسباس صغير. اما ملي كندير لهم بحال هكا كيعطيونا واحد الاسباس كبير فين حنا نخدمو عينينا. فصافي هنا بقيت غادي بالدرجات ديال الماغون. بعد هنايا خديت ماغون شويه اغمق وحاولت نديرو غير هكا قريب شويه للرمش وكنطلقو مزيان. صافي باش ما نكثرش ما يجيش ثاني شي حاجه اوفر. صافي ومن بعد خديت البانسو الاولاني اللي كنت كنخدم به داك الباج، هو اللي كنعاود ندمج به كلشي باش كلشي خاص يجي موحد، يعني ما يجيش طبقه على طبقه على طبقه. صافي من بعد نفس الالوان البنات اللي درت فوق عينيا خلطتهم
ودرتهم في التحت ديال عينيا. هنا راه هاد الماكياج البنات كل مره راكم عارفين الماكياج ديال الخريجات ماشي هو ماكياج اليومي، يعني كل مره كتزيدي حاجه تنقصي حاجه. بحال كي قلت لكم انا في يوميا ما تنديرش الفوندو تان فوجي كامل. صافي هنا عاوتاني تشهيت واحد الخطيط ماشي ديال الايلاينر، وانما خديت هذيك البانسو نيت رقيقه ودرت خطيط ديال الماغون بحال هكا وجبدته جا بحال الايلاينر. من بعد هنا بعض المرات كنتشهى انني بحال نكحل لتحت ديال عينيا، وانا بما انه عينيا صغار فكندير شويه ديال القلم. هاد لاستيوس كتجي زوينه قلم كحل في الرمش ديال العين، ما تدخليهش في عينك لداخل غير في الرمش ديال العين لتحت كندير شويه وكندمجو بحال هكا بالشيته، وكتولي تبان بحال العين راها مكحله. كاين داك لافي ديال الكحل ولكن العين كتبقى تبان كبيره ماشي كنصغروها. صافي درت شويه ديال الهايلايتر هكا في القدام ديالي باش نزيدو نضويو العينين، ومن بعد درت هذا باش نطلع شويه شفيراتي، عاد ندير الماسكارا. وهاد اللعيبه زوينه البنات كطلع هكا الشفار، غير هي ما كنديرهاش يوميا. صافي من بعد الماسكارا اللي استعملت ديال بيكسي اللي كندير ديما وكنشاركها معكم، ومن بعد اختي نوريكم الاوتفيت اللي غادي نلبس. عرفتوا هاد اللبسه شحال وهي في بالي باغا نلبسها، كنت باغا نشوفها كيفاش غادي تجي. صافي وخرجت بها هي يعني السروال ديال الجين قميجه وهاد البودي هكا من الفوق. كنبغيو هاد المرات عندنا بحال هاد البوديات وما تنبغوش نقول لبسوا هذاك اللبس الكلاسيكي العادي، فهنايا لبسته بحال هكا وطلعته شويه الفوق باش تبقى تبان القميجه، وجات فريمون البيسه غزالة فنة. قولي نتوما الرأي ديالكم. وصافي اختي من بعد هنايا جينا وصلنا للسويقة ديال الرباط، فريمون الدنيا عامرة، واخا ماشي الويكاند الدنيا كانت فريمون عامرة. هنا عز الدين قال لي أرا انتي قصيرة ما كتصوريش مزيان، أرا نصور لك أنا زعما طويل، المهم معيور عادي جدا. صافي هنا عز الدين اللي كان كيصور لي. بغيت نقول لكم البنات عرفتو حطيت لكم الفيديو ديال العطور، عرفتو كنت متحمسة بزاف وبزاف منكم اللي كانوا كيتسناوني نصورو ساعة ما طلعوش فيه المشاهدات كاع، فريمون حسيت براسي تعذبت عليه غير هكاك، وكنت كنتسنى رويحات يوصلوني تاهما باش ندخلهم لكم في الفيديو هذا. فغنقول لكم الا كان ما طلعوش لكم هذا الفيديو دخلوا راه غتلقاوه قبل من هذا فيديو ديال العطور. شاركت معكم العطور الشرقيه اللي كيكون الثمن ديالهم جد مناسب مع القريعه كتكون كبيره والشكل ديالهم زوين. المهم دخلوا شوفوه. صافي هنايا البنات مورا مسوق الصباط دخلنا للسويقه. هنا جينا لهذا المحل ديال الصبابط، ديما الصراحه ما كنطلع على الرباط هو اللي كناخذ من عنده الصبابط والسبرديلات حتى صبيبطات الطالون، عندهم داكشي فريمون زوين. صافي كنعجبني واحد الموديل ديال السبرديله الصراحه، وتا كنت غادي ناخذو وقلت لها زدين بلا شفتي انا البنات ما كنبغيش مثلا نشوف الحاجه كاول حاجه وناخذها، كنبغي حتى ندور مزيان ونشوف مزيان باش ماشي ناخذ الحاجه ومن بعد نحس براسي انني تقلبت واش فهمتوا. فكنبغي حتى ندور في السوق مزيان ونشوف في بلاصه اخرى عاد نرجع، يعني هذا انا ديما كنتقدم لعندو فما عنديش المشكل. صافي من بعد هنا خرجنا نيشان مشينا لهنايا لهاد البلايصه فين كاين المارشي سونترال وفين كاين ماني الحلوه وداك الشيء، قلنا غنمشيو نجلسو في القهوه ديالنا اللي كنا ديما كنجلسو فيها. مولفا كناخذ من تما كنت كناخذ من عندهم الكاطو، ولكن هنا قلت لعزتين اجي ندوقو هنايا هاد الحليوات. قلت لكم انا ما عمري زهمت عليهم ولا ذقتهم، تنخاف يكونوا خايبين وهذا ساكت. شفتهم دايرين بوم في تيك توك، لعزتين اجي نديوهم ناخذهم ونديوهم معنا للقهوه ناكلوهم تمايا، والصراحه ما عجبونيش والله ما عجبونيش كاع بزاف. صافي وكملنا الدويره ديالنا ومن بعد اختي طلعنا نيشان للقهوه نجلسو شويه نرتاحو. صورت لكم بزاف لحقاش عرفتو كان الشعه، انا براسي ما تنشوفش مزيان داكشي في التليفون تاعو والشعه كاين هكا عرفتو داكشي اللي حدايا وما تنشوفوش الحوانت قدرة تيبان ليا مزيان. المهم اختي دابا عاد غادي نمشيو نجلسو في القهيوه، داكشي علاش ما صورتش لكم نعتذر، ولكن صراحه ما كاينش شي حاجه جديده ما كاينش شي حاجه. صافي وصلنا هذه القهوه اللي كنا كنجلسوا فيها البنات اللي جات حدا لا كوميدي البنات الرباط راه عارفينها، غير لقيناهم دايرين سادين قدامها ودايرين هذا الشيء ديال الاصلاحي نورمالمون قدامها جرده، فكتكون الكليسه زوين هكا وفيها التبرقيق اختي. صافي وهنا انا والزوج الكريم اختي كلينا داك الحلوى لا انا ولا عز الدين، ما عجبتناش حتى ما عجبتوش خلينا الصراحه هكا ما كملناهاش. صافي من بعد نضنا راجعين بحالاتنا، عز الدين قال لي نشوفوا شي كتبه هكا ناخذوهم، كنبغيو من الكاميرا مره كنجلسو نقراوهم. ساعه ما لقينا حتى شي حاجه زوينه ما عجبتني حتى شي حاجه اصلا، وعز الدين حتى هو نفس الشيء. صافي قلت خليت المره اخرى ديجا عندنا شي كتبه مازال ما كملناهمش. المهم اختي راجعين دابا بحالنا عرفتو دابا بغيت نقول لكم ملي كتكونوا زعما متفق مني تنبان مظلمه كتكونوا يلاه ما عارفين كتحشموا، كتقدروا تخليوا الماكله في الطباسه تخليوا القهوه محطوطه كتكونوا زعما كتحشموا
من بعد ملي صافي كتزوج ولا كطلع شي كتولي شي كاين بحال الطبشين شي كاين بزاف عليك القرعه ديال الماء كانت باقا مسدوده كنهز ضغطي حنا مخلصين ولا ما مخلصيناش القرعه مخلصينا نهز ضغطي مسدوده نديها معايا مقري قبير ما نوصل للدار واش هادشي عيب ولا حرام ايوا اختي هادشي اللي كاين دينا معنا قرعتنا ودابا غادي اختي نرجع بحال يلا السبعه ولكن حيت جينا بكري بيدات ماما اختي يلا دخلنا جينا نيشان الكوزينه غادي نقادو طاكوس دونك غادي نديرو طاكوس ديال الدار فريمون البنات كيجي زوين 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 غنديرو هاد الدغميره ديال الدجاج المهم انا غنصاوبو بهذا بصدر ديال لادان ماشي ديال الدجاج المهم صدر لادان هو اللي عندي صافي هنا درت فيه شوفوا تبعوا معايا هاد لا مارينات ديال الدجاج الشرموله ديال الدجاج غون كتجي زوينه صافي وعزدين هنايا كيصاوب الفريت باش نسربيو دغيا المهم هنايا الشرموله يلا درت دابا غير الثومه والربع غادي ندير شويه ديال الصوجا شوفوا انا حاني ضاري حيت نورمالمون ما بقاش لا كنبان ها نتوما حيت ما فيهاش اللي يمشي يجيب رينغ لايت نضيع الوقت 62 يعني انت تشاديك 62 ما عمرك قلت لك اصلا فيها 62 ايوا صافي اختي غادي ندير درت شويه ديال الخل ديال الحامض ناكلوه بلا سميتو درت شويه ديال الصوجه شويه ديال هذا الخل ديال الحامض و الموطا دابا البنات العطريه مهم يلاه درت الملحه شويه ديال الخرقوم لبزار عرفت شو هادو البنات بغيت نبدلهم باغي ناخذ شي واحد اخرين لبزار حيت هادو مدوزو قيتهم ولكن بداو كيسطيو شفتوهم بداو كيسطيو دابا ملي كنغسلهم كيخواو كنغسلهم بالجيكس وداكشي ما تيبقاوش هكا ولكن صافي بغيت نبدلهم بغيت ناخذ شي حاجه هكا ديجا كنت باغا في الاول دوك ديال الخشب صافي من بعد هنايا عندي هذه البصله بودر صافي هنا البنات عندي هذه فيها العطريه ديال الدجاج غادي ندير منها ياكو اللي العطريه ديال الكاري حتى هي غادي ندير منها هي اللي كتعطي داك البنه بنينه شوفوا هذه العطريه ديال البنه خذوا هما البنات دوك العطريات وخبيوهم عندكم لانه فريمون كينفعوا وفحال هذا الشيء كيبننوه غنزيد شويه من هذا الصوص ديال الطاباسكو البنات عندي حاره هي حاره شويه صافي غنزيد منها غير شي شويه الحريه كيعطيه بنه وهنا بديت كنطيب الدجاج ديالي البنات شوفوا من الاحسن ديروا هاد القمه مثلا في الصباح وتخليوه مرقد كيجي احسن انا غير حيتاش كنجامد ليا فما درت العطريه حتى الوقت اللي غادي نطيبوا فيها صافي الفريت ديالي حتى هو كنقليه ودابا البنات غادي نقاد لاصوص اللي كنديروها في الخبز ديال الطاكوس المهم كنخلط كل شيء عندي هنايا الكيتشوب دابا واش كاين ولا فين لا لا بين الاخر ومن بعد غادي نزيد هاد الصوص ديال البيبي شوفوا كاع لي صوص اللي عندي كنجمعوهم او صوص الجيريان حتى هي الفريت ديال النوم لاصوص المهم راه هاد سميتو مايونيز اللي عندي غنكب داك ديال خلاكا المهم هي هاد لاماك ديال خلاكا صافي وهذا هو الخبز ديال الطاكوس اللي عندنا صافي والدجاج وهذا هو الدجاج اختي اللي طالع مشرم من خلاكا ديالي كنمسحو هادي باش كنخدمو فوق منه لا ضروري غنمسحو كاين وحده كبيره وحده صغيره وحده كبيره وحده صغيره هذه جابت صافا انا قلت لك ندير ليها بحال هكا انا عندك فيها باغي يدير داك الطاكوس الكبير ما تعرفش كيفاه yeah. والله ما مشي تيشوف بحال هكا كان تعلم زعما الطويل ديالو تيشوف هاد الشيء بالربعه لا دير ب 18
وصافي البنات حنا كنبداو خدينا خبز ديال الطاكوس ديالنا صافي كل واحد يدير جوج قدامو كيصاوبهم باش كنسربيو دغيا. صافي بدينا كنطلقوا لاصوص هكا في كاع هاد لي طاكوس. هذيك المايونيز صراحه فقصاتني جات ليا فحال هكا كبده ولكن ما عندنا ما نديرو. صافي المهم الصراحه فحال اللحظات كيكونوا زوينين البنات هكا تبقاو تعاونوا هكا في الكوزينه وهذا ما كتحسيش حتى انت بلا راه الكوزينه غير ديالك انت في نفس الوقت كدوزوا وقيتات بجوج مجموعين. صافي من بعد هنايا انا زدت صوص الجيريان وعز الدين كيزيد الكيتشوب شي بغي الكيتشوب بزاف. صافي هنا الفرماج ديال الساندويتش انا درت صراحه غير وحده قلت ليه قسمها ليا على جوج وعز الدين تيبغيها تيبغي الفرماج فكان كيدوبل الفرماج. صافي من بعد كناخذ الدجاج ديالنا ان الدجاج البنات كنبقى نقسمو ما تنبغيش هذاك الطرف يكون كبير ديال الدجاج فالدجاج ملي كنجي نحطو فوق الطاكوس كنبقى نقسمو هكا بايديا كنفردتو باش يجي هكا مفرز ما يبقى هكا مرصوبات كبار. صافي من بعد البنات كندير الفريت هو الفوقاني كاع كاين اللي كيخلي الفرماج هو الفوقاني كل واحد يدير كيف ما بغى وما دي الطريقه اللي كنديرو حنايا. تقدروا ديروا عاوتاني ميكس انا كنت غادي نزيد حتى الكفته. صافي في الاخر قلت صافي بلاش خليني ندير غير الدجاج باش نسربي ونجلس. صافي قدينا الفريت وصافي وكنسدو كنجمعوهم صافي كل واحد يدير الطويه ديالو العجيبه مره انا كيتطول لي زوين مره عز الدين كيتطول لي زعما مزيان. صافي وهما هاد اختي بعد كنطويوهم وكنكون ديجا رديت البانينيت سخون. باش غشيتك وصافي الكبيدات هذا هو الطاكوس ديالنا فريمون كيجي زوين وكيجي معلق ما كيجيش ناشف. وتا داك الدجاج ملي كنكثروا ليه داك لاماريناد ديالو كيجي ما كيجيش حتى هو ناشف وتيخلي لكم الطاكوس ميدم. صافي من بعد هنا عندنا المناضه اختي الفريت الصراحه ما درناش كثير باش يبقى لنا ناكلو ولكن دجا يلا يلا باش نكملوا داك الطاكوسات. صافي في نفس الوقت كنا كنتفرجوا في المسلسل وهنا اختي كيسالي نهارنا. صافي موحد كتعشينا شويه بكري جبنا حدانا هكا دانونات وكنتفرجوا في المسلسل هنا غيسالي الفيديو ديالنا. ما تنساونيش من لي جيم لي كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.